مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من البي والهالم. مساء الخير على كل البهوات السالكين اللي عارفين مصلحتهم وماشيين على قيم ومبادئ وما بيغيروهاش. مساء الخير على الهواني. ازيك يا نورين؟ ازيك يا ممدوح؟ يا مساء الفل والهنا والحاجات الحلوه والجمال على كل ستات والبنات والهواني الموجودين دلوقتي بيشوفونا. برحب بيكم في حلقه جديده من البي والهالم، وهعادي هعدي ان هو قال لي مساء الخير يا نورين. دي لا هعديها عادي. نورين زميلتي العزيزه. هعدي انا عشان تعرفوا ان الستات قد ايه بيتحملوا، عندهم صبر رهيب. صبر رهيب ايه؟ انتوا عاملين تقولوا حريه واحنا علينا حريه الراي، نقول اللي احنا عايزينه في اي وقت، شايفين باتجاهات فكرنا اللي احنا عندنا ده صح وده غلط. انتوا ليه بتمصين هويتنا؟ انتوا ليه مش شايفيننا مجتمع؟ احنا بنتكلم على الحريه بشكل عام. ماشي. احنا بنتكلم على الحريه، ان البني ادم بشكل عام ليه حريه في الراي، حتى لو كان رايه ده غلط لنفسه، يعني ما فيش مشكله، بس عنده حريه ان يتكلم. اول ما تيجي بقى في ست تتكلم نقف ضدها ونقول ايه ده، فجاه نطلع بست وراجل. احنا كرجاله خلاص معروفين بقى بالخشونه. ايه بقى الاراء اللي الست ما ينفعش تقولها قدام الناس؟ يعني تقول انا مش عاجبني في كذا وكذا وكذا، والراجل لازم يبقى في كذا وكذا، وانا عايزه كذا وكذا. ما براحتها. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان احنا اتربينا على ده. اتربينا ان لا، ما حدش اتربى على الكلام ده، ان الست تقول ان عايزه ومش. مين قال الكلام ده؟ ناس كتيره جدا قالت. ناس كتيره قديم الازل ما فيش الست تنفع تقول رايها كده في العلني. احنا دلوقتي بقينا سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هي اخطر مما تتخيلوا، لان هي جوه كل تليفون طفل وبنت وست كبيره. السوشيال ميديا بقى سلاح ذو حدين. احنا بقى مخيف ليه؟ لان ممكن حد يقول راي مش صائب فيدمر بيوت جايه تتفتح. معاك 100%. يا جماعه خدوا بالكم على السوشيال ميديا، كل واحد يقول راي، لازم لو كان الراي ده مش صائب، وخاصه لو كان الشخص ده شخص معروف او مشهور او يعني كلمته هتاثر على الناس. خد بالك من كلامك اللي انت بتقوله او اللي انت بتقوليه، ولكن ملهاش دعوه براجل وست. اي انسان من حقه ان يعبر عن نفسه ويحاسب عن رايه، سواء يعني كان صح او غلط، في الحدود المسموح بيها. اتفضلي طلعينا ودخلينا الفقره الجديده. اتفضل. بصي بيقول لي باوردر ازاي طلعيني كده خالص. انا اهو. طب انا مش طالعه فاصل. الهانم مش طالعه فاصل، طلعنا هنا. شوف الست، بص الست. طب فاصل بقى عشان نتكلم في راي النهارده ورايهم وحريتهم وفكرهم اللي هم شايفينه صح واحنا ولا هم. فاصل وارجع لكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم، بنتكلم عن حرية الرأي. نيجي أول ما تيجي الست تقول أنا حرة أو يكون ليها آراء فيها حرة، نعترض ونقولك إزاي وراجل وست؟ ما هي حرة، فرد يقول اللي هو عاوزه. هي الحريه تبقى ليك والحريه مش علينا، يعني مش لينا احنا برضو يبقى حرين احنا في راينا. حد كان يعني قال لكم حاجه اصلا من البدايه؟ لا، انتوا غيرتوا القيم والمفاهيم والمبادئ وكل حاجه. الستات ما غيرتش قيم، هي بس بتقول رايها بحريه. بس الاول نرحب بضيوفنا النهارده، ومعانا الممثله الجميله خلود عز. اهلا بيك النهارده منورانا. ازيك؟ عامله ايه انت؟ الحمد لله تمام. وكمان معانا الاستاذه محاسن السنوسي، كاتبه صحفيه. اهلا بيكي منورانا. منوره الدنيا يا فندم. منوره الدنيا يا استاذه. شكرا يا فندم. انا بقى يعني انا عشان عمال افكر في حاجات كتير انا قريتها عن حضرتك، فلقيتك انك عندك رايك طبعا. انت حره في الراي بتاعك طبعا. يعني ايه جوزك مش اول حب ولا اخر حب في حياتك؟ يعني ايه؟ يعني إيه؟ لا بص، هي مش كده، هي انا الفكره ان انا شخص واقعي. حلو. كل الستات بتتجوز تمام. ممكن بقى تبقى متجوزه عن صالونات، عن حب، ايا كان. حلو. بس مين اللي عندها المشاعر الحقيقيه ليه؟ مش جوزها. ممكن يبقى جوزها. ممكن قصدك يعني ان هي مع جوزها متجوزه؟ انا ممكن ابقى متجوز لا بس هل انا بكل حواسي للراجل ده للشخص ده؟ ولا ممكن انا بحبك بس انا مش شايفه فيك كل حياتي. في بنات بتتجوز عشان الجواز، وفي بنات بتتجوز اصل بنت خالتي اتجوزت فانا لازم البس الفستان واتجوز، وفي بنات بتتجوز عشان هو راجل كويس وهيشيل المسؤوليه وانا عندي عايزه ابقى عندي بيت وكل حاجه. بس لما بنتجوز بنكتشف في حاجات كتير ناقصانا. خلود، طب عشان ما نوصلش اصلا للمرحله دي، مرحله ان انا اتجوزت واحد والمفروض طبعا ان انا اكون زي ما انت بتقولي كده والطبيعي يعني اكون مخلصه ليه ومعاه بكل حواسي وفكري وكده، والاقي نفسي في حاجه ثانيه، عشان ما يحصلش ده المفروض اعمل ايه؟ المفروض اي بنت تعمله واللي انا دايما بقوله، اعوزي كده مع نفسك قاعده نشيل بقى فيها الفستان الفرح وان انا بحبه لاي غرض تاني، ونبقى واقعيين. انا عايزه ايه في حياتي؟ هل انا عايزه اقعد في البيت يبقى عندي ولاد بس؟ ظهر وسند. ظهر وسند دي يعني ايه؟ ما هو كلنا احنا بنقعد نقول يا ربنا يرزقك بابن الحلال يبقى ظهرك وسندك، يعني ايه؟ خلود، هو انت كنت عايزه ايه لما قلت الكلام ده؟ كنت عايزه تكسبي ترند؟ لا طبعا.
هي كانت عايزه تنصح البنات يا جماعه. لا بنصح البنات لا، بس انا بقول كلام يا ممدوح اللي احنا مش قادرين نقول نفسنا. أنا يعني انا مثلا انا بدون ما اقاطعك الاصول عايزه كده. يعني ايه كلمه الاصول؟ بص انت بتقولي اللي ما ينفعش يعني نقوله ليه بقى؟ عشان احنا هنا في الشرق الاوسط، في الميدل ايست، في الحته الشرقي القيم المبادئ، ما احنا ما ينفعش في حاجات كده ما ينفعش نقولها، ما ينفعش نتعداها. هو ايه الغلط اصلا في اللي هي قالته بانها بتقول خدي قبل الجواز ركزي في الزوج اللي انت عايزه تاخديه عشان ما تبقيش متضايقه؟ لو انت مفكره انه كده بيغير عليكي تبقى بتحلمي، وده مش راجل. الراجل هو التشيك باك اكاونت، يعني يكون معاه الفيزا بتاعته شغاله وحياته حلوه ميسره. لا انت بص إيه؟ انت بتحولها ازاي هي بصي هو ده كلامي. انا دلوقتي بغير عليك، ما تنزليش ما تروحيش ما تيجيش بناء على ايه؟ مش مكفيني ماديا، مش مكفيني عاطفيا، مش مديني اهتمام. ليه بنيجي دايما عند حته الفلوس؟ انت ماديه عشان انت مش معاك لما اخذ، يعني مش قادر. لا خلود، مش قادر في حته معينه. مش سيبك من الفلوس، مش قادر يفسحني، مش قادر تخرجني، ما ده برضو كايندو في اهتمام. لا ما معلش يا خلود، انت حصرتيها اصلا في الفلوس فقلتي دلوقتي سيبك من الفلوس. فانت تقصدي ايه بالظبط يا خلود؟ البنك اكاونت بتاعك اوكي انت مش فاضيلي، طب انا محتاجه عندي مينيمم ليميتس كده من الاكسبنسز بتاعتي. انت لما تبدا تديني فلوس وتظبطني ماديا وعايزني زي ما انت حبيتني بشكلي بجمالي باهتمامي، يعني هو لو ظبطك ماديا ومش فاضيلك وانت مش حسب مشاعرك معايا، دي من الاولويات، مش حسب اي حاجه من الحاجات الاولويات دي اللي انا اتكلمت عليها، كفيكي ماديا هتتجوزي كده. انا تمام انا كخلود عز ازاي بقى احنا كده بعينه عباره يعني عن سلعه؟ يعني ثانيه واحده مش سلعه، يعني انت يا اخويا اولويه من اولويات في اولويات. خلينا واقعيين يا جماعه. انا ماشيه بالواقع، كل الرجاله بتخون، جيبي لي واحد كله بيخون، بس انا نزلت للواقع ومامنه وعارفه ان كلكم بتخونوا. طيب ايه بقى المقابل؟ الست لما تعرف ان جوزها بيخون كله بيعمل ايه؟ ايوه يعني ايه كله بيخون؟ معلش يا خلود، يعني سونر اور ليتر هتبص لواحده ثانيه. ده الراجل ولا الست؟ هيبص الست برده، مش هتبص لراجل ثاني؟ مين الاغلبيه؟ خلينا، ما انت بتقول شرقي، احنا دلوقتي في الحته الشرقي. انت دلوقتي بتتكلمي، انت كده بتتكلمي عن الاثنين. فانا كده كده برده موضوع التعميم، لان في فيديوهات كتيره كويسه جدا يا خلود، في ناس كتيره مبسوطين بجوازهم، مبسوطين بالعيشه اللي هم قادرين يعيشوها، اللي هي اللي على قدهم الميسره، والاثنين بيشتغلوا بيصرفوا على بيتهم، عندهم اولادهم، حياتهم حلوه. لا هو لازم يكون فيزا ولا هي لازم تكون مكنه؟ هنا الاثنين بلدنا. بس ايه اللي حصل هنا؟ بس يا خلود انا راضيه بيك. خلود في ريسبتات كتير ورجاله كتير كويسين جدا جدا، ما ينفعش نحطها قاعده عامه. ايوه ما هي مش قاعده عامه، انا بقول لك ايه. انا في الاول انت اللي عممتي، انت اللي عماله تقولي كده كده الرجاله هتخون، انت اللي عممتي دلوقتي قاعده. ما هو انتوا يا جماعه مش عارفين، انت بتقولي كل الرجاله في قاعده عامه ناس كويس، كلكم كويسين، في ناس كويسه وفي ناس وحشه، بس انا بتكلم على قاعده ثابته. هل الكويس اللي ما بيبصش بره ده ما بيبصش هل كويس بس هو اللي بيدفع فلوس؟ لا الكلام ده. انا بحييك على شجاعتك، على تعبيرك وقدرتك ان انت تعبري عن نفسك، ده شيء مهم جدا. ولكن عايزه اقول لك حاجه، انت مفهومك عن الارتباط الرجل يكاد يكون غير مكتمل. مش عايزه اقول ان هو غير ناضج، انت ما عندكيش المفهوم الحقيقي، ما قدمتليش المفهوم الحقيقي للارتباط بين الرجل والزوج. ما دي مش واصلني منك، دي نمره واحد. نمره اتنين، انت بتتكلمي كانك انت عايشه في معزل في الحياه، انا وبس، انا مش حاسه ان في اخر في الحياه. انت ما كلمتيش عن احتياجات الاخر، ما كلمتنيش عن مفهومك للارتباط والزواج، ما كلمتنيش عن حاجات كتير قوي الحياه الزوجيه والعشره نفسها. مش واصلك، انا اللي واصلك اللي وصلتيهولي منك دلوقتي انت عايزه ايه بس، انما اللي حواليك عايزين. انا ما فهمتش منك غير كده، في عندي حلقات انا ما فهمتش منك غير انت عايزه ايه وبس، لكن ما قلتيش الطرف الاخر ده محتاج ايه. لا الحياه مشاركه، اخد وعطى. فانت انا حاسه كده بعدم اكتمال الفكره عندك عن الزواج او ارتباط بالزوج، فبالتالي انت وصل نتائج انا ما نتائج مذهله. انا بالنسبه لي يعني بقيت مشفقه عليك، لان انت ما عندكيش الاساسيات بتاعت الارتباط. فما ازاي؟ لا لا، هو حط حته معينه في البرنامج، العنوان بتاعه، الحته اللي هي الحلقه العنوان بتاعه، احنا عشان كده بنتكلم. لكن لو جيتي بصيتي على حلقات تانية، لا انا بقول عليكي ايه وليكي ايه. ما شفتش مني. ما هو صراحه دلوقتي ان انت حره في رايك، دي عنوان حلقتنا النهارده. انا حره وحره في ارائي، وحضرتك معانا النهارده علشان تكوني صح حره وبتعبري عن رايك بمنتهى الصراحه. ولكن طبعا انا مع حريه المراه يعني تماما، ولكن احنا عايزين نوضح الموضوع يعني ناحيه اي اطار. يعني مثلا بتقولي اول ثلاث اولويات ليكي ايه اصلا؟ يعني رقم واحد الفلوس في شريك حياتك. لا مش الفلوس اول حاجه. رقم واحد انه يبقى حد ظهر.
على قادر. فكره انا قبل ما اقطعك هسمع ردك. انت قلتي دلوقتي الفلوس يعني واحده من منهم. قلتي انا من بالي الفلوس رقم واحد. واحده منهم حالة. اللي هو واحده من الثلاثه الاولانيين. لا ما انا مش هروح ممكن. لا اتفضلي. اولا يبقى قادر. قادر دي يبقى اقوى مني انا شخصيا. انا قويه. حقك حقك وده يكفلوا لي كل كل الارتباطات سواء على المستوى يعني انا هنبسط واحد يقول لي تعالي كل يوم خدي فلوس خدي قادر فلوس. قادر ايه يعني قادر قادر اللي هو يبقى صوت ولا قادر يبقى ماديا ولا قادر ايه؟ لا قادر شخصيته قوية. شخصية رقم شخصية. واحد ماشي حلو شخصيته قوية. طبعا يبقى بوزيشن في المجتمع بيشتغل شغل كويس كل حاجة. حقك 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 حقك. تالت حاجة ماديا طبعا قادر ماديا. دول تلات اهم حاجات عندي. والطمانينه والرخاء والمثقف. ما هو انا بحب والحنون يا جماعه. في فتره ارتباط بص حضرتك مش في فتره ارتباط الاول. هو بص حضرتك يعني اقول لحضرتك حاجه مش معقوله واحده بثقافتك وبوعيك ان انت فجاه كده لقيتي حد تاني يوم انت متجوزه. اكيد في طبقة قبلها في مقدمات يعني بغض النظر حتى لو مش حب في مش الشروط برضه في ان انت في القبول والايجاب. هل انت قبلتي بمستوى الاجتماعي بمشاعره؟ اكيد في فتره خطوبه دي مباحة صح. في كل الأعراف وفي كل الأديان وفي كل المجتمعات. ففي المرحلة دي أنت أكيد بنضجك وفكرك العقلي قدرتي توصلي لمرحلة معينة. هل ده يصلح زوج أو لا يصلح زوج صح. تمام صح. فبالتالي بعد كده أنت بقى بعد ما تنضجي وبعد ما قعدتي معايا وكلمي تقولي له انا طلباتي 1 2 3 وبعد كده ايه ممكن يبقى في عندك تنازلات لو انت حاسه ان الراجل ده يستحق يقدم لك بعض. لا مش لازم يقدم لك 1 2 3 4 5 ممكن مش واحد يقدمني. ممكن حاجه واحده بس تكفيكي. عارفه ممكن الامان احساسك بالامان. فالبدايه هيكون اختيارك انت بس مش تختاري خطا وبعدين تقولي العيب في الاخرين او في المجتمع. لسه حديثنا ما خلصش. هقول لكم حاجه حلوه قوي وتنسيش برده استاذه حسن مشفقه عليكي هي اول جلمه قالتها. مش فاهمه مين اللي مش فاهمه. انا فاهمه بتاعتك يعني فيها تضارب كتير قوي بين البنات وقتنا ممدوح وقتنا. طب هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. انا هشرح لكم لما نيجي بعد الفاصل. خليكم معانا لسه مكملين. بين الراي والراي الاخر كنا قبل الفاصل بنتكلم ان الست عندها رايها وشايفه ان ده رايها وحره فيه وشايفه ان هو ده اللي موجود دلوقتي ما بين الناس بس مكسوفين ان هم يقولوا ليهم فكر مختلف عن الافكار القديمه. فطبعا لسه مشرفانا ومنورانا الاستاذه خلود عز الممثله الجميله وبرضه لسه مشرفانا ومنورانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه محاسن سنوسي. منورنا لسه ومكملين معاكم. بس طبعا احنا عايزين كنا واقفين في حته كده كانت في النص فضينا يا جماعه الخناقه شويه وبعد كده رجعنا تاني. كنت بتقولي انك شايفه انه الموضوع في اولوياته في حاجات تانية غير الفلوس او من حقها الفلوس. يعني هو انا لاحظت حاجه غريبه قوي في الاجيال الجديده ان هم عندهم مفهوم الزواج عندهم مختلف. مفهوم الزواج يعني هو العشره والبيت وان انت بتنتجي للحياه اسره جديده. انت بتساهمي في الحياه مش مجرد انك واحده مستهلكه. لا انت بتنتجي اولاد بتنتجي اسره بتعملي حضرتك شايفه ان احنا بعدنا عن بعدنا عن الحته دي تماما. ان انا عايزه اعمل بيت وركزت قوي في فكره الراجل والراجل كمان ركز في حته في الست. طبعا الراجل بيبص على انه تحرق. عايز واحده جميله واحده ممكن يظهر بيها قدام المجتمع او واحد تاني يقول لك انا عايز واحده اقعدها في البيت. يعني في تبص تلاقي في محددات كده بتحرم الرجل والست من الحريه. دي حقيقه يعني انا كست برضو محتاجه يكون ليا حريه في اطار المنظومه المجتمعيه وفي اطار الحياه الاسريه اللي انا هكونها مع الزوج. فاحنا مفاهيم دي بقت غريبه دي حقيقه بس احنا عايزين نكمل كمان في اراء خلود لان هي النهارده انا حره وانا معاكي احنا حرين بس طبعًا. يعني في حته انا هسالك سؤال. لا ثانيه انا اللي بسالك. انت قلتي انا حره وقلتي كمان ان الراجل لو طلب الباسورد بتاع موبايلي ده ما يبقاش حب. انت تشوفي الباسورد بتاع موبايله لكن هو ما ياخدش الباسورد بتاع موبايلك. لا قلتش هشوف انا الباسورد بتاعه بس لما يجي يقول لك انت ما تعمليش وما تسويش ومش عارفه ايه. طب انا مدياك الحريه ما بشوفش حاجتك وما بشوفش كوارثك. يعني انا معاكي مش ما بشوفش يعني كوارثك على فكره ممكن يبقى ما تشوفش انا بقى ممكن اديله الباسورد بتاع موبايلي الموبايل بس مش انا اسف قطع كلامك دلوقتي حضرتك. انت يعني انت تشوفي الباسورد بتاع موبايلي ده حقك لكن انا لما اجي اشوف باسورد موبايلك لا انت كده بتشك فيا. يا ممدوح يمكن لو انا ما وريتكيش باسورد موبايلي هيبقى انا خاين. لا لا ايه بقى أيوة. ثانيه واحده سيبي ام الولد انا ما وريتنيش باسورد الموبايل. ما احنا اتفقنا في الاول انت خاين بطبعك فخلينا ايه مين اللي خاين بطبعه. هو بيخون مع شجره مش بيخون مع بني ادمه تانية. انت ليه حاطط باسورد في موبايلك؟ كم ست بتحط باسورد على موبايلها؟
نادرا. كله بيحط باسورد، كله بيحط اوكي باسورد. حطيت باسورد على موبايلي حين. انت عايز تيجي تشوف الباسورد لما اجي اقول لك بقى وريني. انا فاهمك يا استاذه خلود، انا في كراجل بتكلم على الرجاله اللي بيتفرجوا علينا بهوات، انا راجل في شاتنج ما بيني وما بين صحابي بقى يعني اولاد وجروبات وهزار وده في كلام ما بيني وما بين امي، ممكن احنا متجوزين ما ينفعش انت تشوفيه، اللي هو يا ماما مش مرتاح في عيشتي بس ما اقدرش اوريكي ده، انا عايش معاكي كويس. لا يا ممدوح في بس بحب افضفض، انا بحب الحريه يعني حق الانسان حقه ياخد لو ما اديتهاش الباسورد يا نورين، لو ما اديتهاش الباسورد ابقى خاين. اتفضلي لما تطلبه، لكن انا مش عايزه اشوف الباسورد بتاعي، بس لو هفتني الهفه اشوف الباسورد دي وانا اشوف الباسورد بتاعك عادي. تديني الباسورد بتاعك عادي، اديني الباسورد يا حبيبي انا ما عنديش مشكله، بس لما اطلبه ما اشوفش اصله وفصله وما ينفع. اديني الباسورد عشان ايه علاقتنا تمشي. اي راجل مش مضطر ان يدي الباسورد لمراته من باب الشك، مش لكن اول ما تقول له افتح موبايلك عادي افتح الموبايل عادي صحيح. بالظبط عايز افهم حاجه، هي ثقه، هي ثقه اهم، هي ثقه اهم. لا هنا بص حضرتك، هي ثقه بين الاثنين اهم من الباسورد. بص لما يكون في ثقه بين الاثنين مش هتفرق اديني الباسورد. طب انا الباسورد انا مش مشكله، مش من باب الشك يعني، مش لازم اقول لك انا شاكه فيك دلوقتي طب ممكن تفتح. لا مش مديك الباسورد، انا معاك. لا يعني مش عايزه احولها لمرحله شك، مش عايزه احولها لمرحله لا مش عايزه دلوقتي يعني دلوقتي. لا خلود انت قلت ان الستات مش مستعده تقف جنب حد وعايز ومستنيه ان الراجل يجي جاهز، انا مش شايفه كده بصراحه خلود. احنا مستنيين كده يا جماعه، هنرجع نقول الاولويات اللي انت بتقعدي مع نفسك تقوليها دي في البدايه. انا واحده ست ماليش في الشقه، في واحده ست تانية ليها نبنيها طوبه طوبه، لكن انا واحده شفت كتير في حياتي ماليش في الشقه. طب ليه اخترتي انك تقولي الستات يعني، ليه ما قلتيش انا خلود؟ لا انا بتكلم في ليديز نايت، دي قعده ستات نقعد نرغي مع بعض. انا بتكلم على في ناس زيي، في ناس تقول ماليش في الشقه، دي اولويه من الاولويات، لكن بس ما يكونش بقى شرط باولوياتي ان انا اروح اقول للراجل والنبي انا عايزه اتستت واتبغدد. طب افرضي حصل له دروب في حياته، ليه رصيد عندي؟ اعمل ايه بقى؟ ليه رصيد عندي الحاله دي بقى؟ ليه رصيد عندي؟ بس كلامك بيقول غير عكس كده. لا انا قلتها في التصريحات. امتى اقف جنبك؟ امتى اقف جنبك؟ انت راجل اوريدي مظبطني من الاول وعارف ان انا دي من الاولويات بتاعتي. الحياه دلوقتي كلها بقت مشاركه في حاجات كتير قوي، لكن انا ما افضلش احط العجله احط الحصان قدام العجله. طب انا هسالك سؤال، ترضيها لاي واحده اوريدي كانت مظبطه نفسها وانت كنت من اولوياتك انك تختارها؟ ما رحتش اخترت واحده عاديه، لا انت اخترت واحده انا عايزها ايمج، انت عايز واحده تتستت في واحده غيرها. انت دلوقتي بتقول الراجل لما يعني يجي اساله مثلا في حاجه يعملها لي انا محتاجه كذا منك، بيبان مواقفه. انت متجوزه راجل ولا حسب بنت؟ انا بتكلم انت دلوقتي يا ممدوح شروط جوازك ايه؟ انا عايزه اتجوز واحده تكون حلوه بتحافظ على نفسها، برستيج ليا، اصلا انا بنزل كتير، انا ليا سفر ليا شغل، مختار شكل معين، مش دي اولويات سعادتك يا فندم؟ اه طبعا بالظبط. بعد ما بتتجوزها ليه بقى عايزه تتغير؟ معيش فلوس، معيش، ما عملش، ما وديكيش كوافير، ما نزلكيش للدكتور. اكيد لو معايا فلوس مش هبخل عليكي، يبقى تقول لها الكلام ده من الاول، تقول لك ما اقدرش سوري، ما تكونش ده الاساس. سوري حبيبي I'm not this person. يا سلام. يس انت عملتي فيديو بتقولي فيه انك تستاهلي جوزك يخونك. ليه نستاهل جوزنا يخونك؟ عشان انت ما بتحافظيش على نفسك وبتهتميش. لا ما تستاهل، ما فيش حد يستاهل خيانة. ونكديه وبومه بيرجع من بره بعده. من انا بتكلم على الشخصيه دي. انت شخص دخل البيت رخمه نكديه، ما بقيتيش زي زمان واحده محافظه على نفسها وريحتها حلوه وبتقابله حلو. ما تتساب يا خلود، بقيتي بتتقفشي وبتتزهقي وعندنا ولاد. هو الراجل هيبص بره ليه؟ معلش انا هرجع لك دلوقتي يا استاذ محسن. انا الراجل هيبص بره ليه؟ لان اللي معاه اهملته واهملت في نفسها واهملت في هي قررت فعلا. مش معنى انت عجبتك الحته دي دلوقتي لأن يا جماعه مفيش مبرر. لا الضرب التانيه عرفت تاخدني ولا الخيانه في ايوه هو ده تستاهل، عرفت تجيبني من الحته دي. ليه بقى ما بقعدش بيني وبين نفسي اقول ازاي بص لها فيها ايه اقل مني؟ انا احلى. الست عمرها ما بتقول يا جماعه انا غلطت، انا قللت من شكلي، لما بيدخل بيشوفني مبهدله، لما بيدخل بديله البوز. عمر ما ست اتخانت قالت الكلمتين دول. عجبني قوي انك بتعترف ان الستات ما بيغلطوش. شكرا قوي، ده حلو قوي. استاذ محسن ايه رايك في الكلام ده؟ لا انا شايفه انه يعني في الجزء الاولاني في تناقض ما بين كلامها في الاول وفي الاخر. أيوة. الاول انا عايزه راجل 1 2 3 4 وانا عايزه الباسورد بتاعه وعايزه كذا وعايزه وعايزه، وفي الاخر تقول لك لا انا ضد الست اللي هي اللي ممكن. عارفه حاسه ان انت حاله استثنائيه، ما اقدرش اقيس بارائك دي على اراء المجتمع. انت حاله استثنائيه، ما اقدرش اعمم افكارك دي، لان في ثوابت
في الحياه الزوجيه متعارف عليها في كل مين الدنيا. اللي قال الثوابت ده؟ في ثوابت اجتماعيه، في ثوابت على فكره، في ثوابت في الكون والحياه قبل الاديان وقبل حاجه. الكون ده مبني على ثوابت، على ثوابت وعلى قيم، لازم ما نقدرش نتجاوز الثوابت دي. انا شايفه ان انت واقفه عند سنه اولى زواج، سنه اولى تعارف، سنه اولى خطوبه. انا ما عملتيش قفزه كده قدام للحياه مثلا بعد 10 15 سنه لما الواحده جمالها بيبدا يتواضع شويه، لا هيجيب نتيجه الفيلر ولا البوتوكس ولا اي حاجه قوي. وهتبقى تتواجه الحياه ازاي؟ ايه بقى لو هتفضلي بنفس المنطق في الحياه ده؟ انا ما اقدرش اقول لك بعد كده بالواقع هتقدري تواجهي الحياه ازاي بالعكس. بالافكار دي، الحياه الافكار دي مش هتقدر تكملي بيها الحياه. انا كبيه موجود في برنامج الجو النظام، بس انا كبيه عشان انا شفته بقى الحيوان بتعمل ايه. طبعا يعني انا مبسوط من الكونفرزيشن الحديث ده. الحيوان ما بيعملوش حاجه. بص حتى دلوقتي حتى برضه انا بتكلم لحد داخل قال لك بتعمل هو قال كده الحيوان. تعرفوا قيمتنا احنا ماشيين كده انتوا. مهم يعني استاذه خلود انا مبسوط بارائك. شكرا. ومش مع ولا ضد، بس انت عندك ناس كتيره جدا بتشاهدك، فبالتالي انا شايف ان هو لازم نتفق او نختلف، فدي حاجه عاديه في الحياه. بس انا يمكن انا كنت عايز بعمل سبوت لايت او بلقي الضوء على الموضوع، لان انت معاكي وراكي جيش بيتفرج عليكي، وراكي جيش بنات كتير، وفي ناس بتدعم وفي ناس ضد صغيرين. احنا بس عندنا عشان القيم ومبادئ وحاجات زي كده. انا كان مبسوط جدا بكلام استاذه محاسن. استاذه محاسن السروسي انت نورتينا النهارده في الجو الهادي، بجد شرفتينا بارائك وكل افكارك ووجودك معانا النهارده. يعني كان اضافه. الفنانه الجميله بجد خلود عز انت نورتينا النهارده، وانت حره في افكارك. اي انسان حر في افكاره سواء كانت صح او غلط مع او ضد، ولكن انا حابه اقول ان ما ينفعش نعمم ان الستات بتفكر كده، زي ما بنعممش لو لقينا راجل خاين دلوقتي مش هنقول كل الرجاله خاينين وبصوا او راجل بيقول ان انا عادي ان انا اعمل كذا. نقول بقى ايه؟ ايوه نمسك في دي. الست كمان من حقها تقول اللي هي يعني عاوزه تقوله، من حقها تعبر عن وجهه نظرها، ولكن يفضل دايما وابدا الزواج بين الراجل والست مشاركه، مش بس قائم عليها الفلوس. ده عمر كله بنكمل فيه. نطلع مع الفاصل.